وزي النجاشي لما جاب الورقه وكتب فيها اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه ان كذا وكذا وكذا وطبقه وحطها في جيبه وطلع على الجيش اللي كان عايز يعمل عليه انقلاب لما قال والله ما عدا عيسى ما تقول قدر هذا العود ان الذي قلت وقال عيسى لا يخرج من مشكاه واحده لما كان بيرد على كلام سيدنا جعفر لما تلى عليه صدر سوره مريم. فلما عملوا عليه انقلاب وبتاع طلع عليهم قال لهم انا ظلمتكم في يوم من الايام انا عملت حاجه فيكم غلط. لا طب امال ايه بس؟ قالوا لا اصل انت قلت في المسيح كلام غريب. قال طب بلاش انا بقول انتوا بتقولوا ايه؟ قالوا هو الله هو ابن الله هو ثالث ثلاثه هو مش عارف ايه. قال وكذلك هو في صدري. كذلك هو في صدري اللي هو ايه؟ الورقه اللي كان كاتبها. يبقى دي في معاريض مندوحه عن الكذا. لكن شوف بقى اهو يعني تعرض لكن هتكذب والعياذ بالله هتحط نفسك في سيئات ومعاصي. سورة النحل إنما يفتري على الله الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. إنما يفتري الكذب كذب والعياذ بالله. هتروح من ربنا فين؟ هتقول لربنا إيه في الآخرة؟ هتقف قدام الله تتحاسب على اللي خرج من اللسان. الله عز وجل سورة الإسراء يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا كان عنه مسؤولا. فخلي بالك خلي بالك خلي بالك خلي بالك. طب واحد يقول لي مظاهر الكذب ده ايه؟ يعني هل مظاهر الكذب كلام بس؟ ان انا اتكلم بس كلام مش مظبوط وكلام كذب؟ لا. يعني ده برضو بس اللي تاني ايه كمان؟ شهادة الزور. عايزينك تشهد في الموضوع، عايزينك تروح تنتخب. هتنتخب ده ليه؟ واشمعنى ده بالذات؟ في قضية عندنا تعالى اشهد فيها. هتقول ايه؟ اهو ده برضه والعياذ بالله ممكن يكون قول زور. يبقى شهادة الزور ممكن تكون كذب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ أكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والعياذ بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. وظل يكررها حتى قلنا ليته سكت. حتى قلنا ليته سكت يعني إشفاقا عليه. يعني طب خلاص يا رسول الله خلاص، طب خلاص خلاص. ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة. طب خلاص يا رسول الله خلاص. شوف دي أكبر الكبائر، أكبر الكبائر. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، شهداء لله. والآية الثانية: يا الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. اوعى يمنعك ظلم قوم انك ما تعدلش. هو ظالم، هو مجرم، هو يستحق كذا 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 كذا. انما انا لا يمكن لا يمكن يطلع من لساني الا الصدق، الا الصدق. ده ربنا تبارك وتعالى سورة الاحزاب: ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصادقين والصادقات اعد الله لهم مغفرة، مغفرة واجرا عظيما، واجرا عظيما. ما هو المشكله في ايه؟ المشكله ان اللي بيكذب، اللي بيكذب عايز يداري كذبه، فهيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ هيكذب كذبه ثانيه. طب وبعدين؟ وكذبه ثالثه عشان تغطي دي، ودي تغطي دي. لقى نفسه موحول في الكذب، موحول في الكذب. ما هو كذبه هتجيب كذبه. انت عارف زي ايه؟ بنتعلم. واحد جاب لمراته كيلو لحمه وقال لها اطبخي اللحمه دي واعمل ايه. هي بقى عماله تحمر في اللحمه، ما عجبتها اللحمه، فتاكل حته في حته في حته، كلت الكيلو. قال لها طب وبعدين؟ جوزي هيجي يقول فين اللحمه؟ اقول له ايه؟ اقول له ايه؟ اكذب عليه مش مشكله. جه الراجل: فين اللحمه اللي انا جبتها؟ قلت له اسكت، مش دخلت القطه اللي بتناولها دي كل مره وكلت اللحمه كده؟ يعني القطه كلت كيلو لحمه؟ امال ايه انت مش مصدقني؟ طب حاضر انا هجيبها. جاب القطه ووزنها طلعت كيلو. قال لها ادي اللحمه، فين القطه؟ فين القطه بقى اللي بتقول عليها؟ مش هو كيلو لحمه؟ اهو كيلو اهو، فين القطه بقى؟ فهي شوف بقى عشان تداري كذبه بتقول كذبه. علشان كده بنقول خلي بالك، خلي بالك، اصدق. وقد الصدق يجر عليك، هيجر عليك خير، والله هيجر عليك خير في الدنيا قبل الاخره كمان. لان لما تصدق، لما تصدق وتقول الصدق وبعدين
يصيبك اي ضرر مثلا هتشتهر انك رجل صادق، يبقى بعد كده هيستشهد بيك. مش واخد بالك؟ تخيل كده الموقف ده، تخيل الموقف ده، ان انا بيني وبين واحد مشكلة وجبتك انت عشان تشهد كذب، فانت جملتني وشهدت لصالحي انا بالكذب، كسبتني القضية، انا كسبت القضية وخدت اللي مش حقي. لكن شعوري ايه من ناحيتك؟ انك انت كسبتني القضية وانك انت كذا وكذا، بس من جوه قوي قوي بس انت كذاب. كذاب. طيب جيت مع واحد تاني فيه مشكلة، والتاني بيقول لي انا هشهد اعز الناس ليك اللي انت بتحبه اللي هو الكذاب ده، انا اقبل بقى انه يشهد ويخش؟ لا طبعا. ليه؟ مش صاحبك وحبيبك؟ بس هو كذب قبل كده، هو كذب قبل كده، عشان كده لا، ده مش صادق، ده لا، ده مش صادق، ولا يمكن ائتمنه لانه كذاب. ممكن اجي اكلمه يقول لي ما اعرفش، ما شفتش، طب الفلوس راحت فين؟ ما خدتهاش، لا والله ضاعت، لا والله كذا، لا والله كذا. عموما انا بقول للكذاب اتق الله تبارك وتعالى وتب الى الله، تب الى الله وربنا هيقبل توبتك وهيبدلك كمان عن السيئات حسنات. امتى؟ لو بعدت عن المعصية. 2، الندم عليها. 3، عدم الرجوع اليها مرة اخرى. فتوب الى الله يلي بتقول كذب، يلي بتتكلم كلام كذب. اتق الله في لسانك، الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ طب ده انت بتحرك نعمة ربنا بالحرام. سورة ابراهيم، الم ترى الى الذين بدلوا نعمة الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار. ولا ده انا خايف، والله انا خايف لما تقول لواحد كذاب توب يقوم يعمل زي اللي عمال يكذب ده. وبعدين يا ابني بطل كذب. قال نفسي. طب اقول لك على حاجه، انا هقول لك على حاجه، انا هروح بقى اعمل عمره ويعني اشرب ميه زمزم بقى وخلاص عشان ابطل كذب ان شاء الله. وراح عمل عمره ورجع. طب نقول له بقى الف مبروك، ايه الاخبار، ايه والنظام ايه؟ مفيش فايده. ما انا بقول لك الخوف ان الكذب يتعمق فيه فما يبطلش. فقال لا والله الحمد لله انا خلاص تقريبا كده بطلت كذب يعني، خلاص الحمد لله، بس هو كان حاجه صغيره كده شفتها هناك في مكه غريبه قوي يعني. قال له شفت ايه؟ قال شفت ابو جهل راكب عربيه كاديلاك مكتوب عليها ملاكي قريش. يعني مفيش فايده برضه، برضه ابو جهل راكب عربيه كاديلاك ومكتوب ملاكي قريش؟ قال يعني عايز يجيبها لك بالتسويق يعني، عربيه وكده كده يعني. لكن لو تبت الى الله توبه صادقه ربنا تبارك وتعالى يتقبلها منك. يعني تب الى الله، وقف بقى لسانك واستخدمه في الخير، ولا تكذب، وخلي كلامك كله صدق. الصدق يهدي الى البر، البر يهدي الى الجنة، انما الفجور الكذب يهدي الى الفجور، والفجور يهدي الى النار والعياذ بالله. اسأل الله عز وجل ان يجعلنا من الصادقين وان يكتبنا عنده من الصادقين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.